نعود الآن إلى خدمة البث المباشر والأستاذ جميل قصاص من حركة مقاتلو من أجل السلام. أستاذ جميل، ما أهمية أن تكون هذه المظاهرات وهذا الحراك الاحتجاجي الذي يعني الحركة هي جزء من تنظيمه وجزء منه، أن تكون في مناطق جغرافية مختلفة؟ وفي التقرير شاهدنا القدس، شاهدنا كذلك مشاهد من مدينة حيفا شمالا، ما أهمية هذا التوسع الجغرافي؟ بداية عزيزي، المظاهرات هي موجودة في كل مناطق إسرائيل، في القدس، في تل أبيب، في النقب، كان مقرر كمان في النقب أن يكون في مظاهرة. بداية حتى الشارع الإسرائيلي كله يشارك في هذه المظاهرات اللي تحاول أنها تغير من طبيعة النظام الموجود، من طبيعة التغيير، الحكومة الجديدة الموجودة اللي بتحاول تغير في، لكن ليس بنفس الزخم. يعني مظاهرة حيفا لم تكن كمظاهرة القدس، ومظاهرة القدس لم تكن كمظاهرة تل أبيب. الأعداد اختلفت، ليست بنفس الزخم، ولكن نعم كانت موجودة. نعم صديقي، إذا بدنا نحكي بنحكي على تل أبيب، هي مركز لليسار الإسرائيلي، مركز لكل القوى السلام الموجودة في إسرائيل. نعم. هي تل أبيب اليوم، ولكن إذا بنحكي عن القدس هي موجود فيها القوى اليسارية أو قوى السلام، ولكن مش بالشكل الملحوظ زي 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 تل أبيب. وكذلك كمان المناطق الثانية، الناصرة أو المدن الثانية اللي صار فيها. يعني أنا بتمنى إنه المجتمع العربي والمجتمع الفلسطيني في الداخل يشارك في هذه المظاهرات ودعم قوى اليسار الموجودة اليوم، وفي النهاية هو دعم للصوت الفلسطيني وصوت العربي الموجود. زي ما ذكرت أحد المتظاهرات إنه الديمقراطية اليوم حسوا إنه هم في خطر، اللي الفلسطيني عمله بشعر في هذا الخطر من 74 عام وإحنا تحت الاحتلال، تحت التمييز، تحت القهر، تحت الأبرتايد. اليوم وصل المسألة للمجتمع الإسرائيلي، لليسار الإسرائيلي، وصار يشوفه الخوف من العنصرية اللي بتسويها الحكومة الحالية. اللي بدي أقوله اليوم إنه كمان حتى الأعلام الفلسطينية اللي بترتفع في المظاهرات اليوم هي جزء من الحراك اللي عماله الحكومة. أخذت قرارات قبل أيام وأسابيع بموضوع رفع العلم في المجتمعات الفلسطينية أو الساحات الكبرى في الداخل. هذا كلها قرارات عنصرية تتخذ من الحكومة، وأنا بتوقع أن الأمور رايحة بالتصعيد. إحنا اليوم عمالنا بنحكي مع شركائنا الإسرائيليين، كمان في تخوف من إغلاق المكاتب للحركة في تل أبيب. هذه السيناريوهات راح تكون على الطريق يعني في المستقبل، ومش بعيد انه يكون هذا الامر في الاشهر القادمه. نعم دكتور بشير كركبي، اعود اليك. سبقت هذه المظاهرات التي كانت يوم امس ايضا، سبق ذلك خطاب رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حيوت. هذا الخطاب الذي كان يعني خطابا ليس ببسيطا، وقدم ربما مضامين غير مسبوقة من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا. لن أتحدث عن المحتوى بقدر ما أتحدث عن تأثير هذه الشخصيات المركزية والمفصلية في المشهد الإسرائيلي على زخم هذه الاحتجاجات واستمراريتها. طبعا هذا الخطاب وخطاب أشخاص آخرين في ولكن رئيسة المحكمة العليا طبعا يدل على خطورة الأزمة. نعم. ولكن الخطاب رئيسة المحكمة العليا له وقع معين في الشارع اليهودي ووقع آخر في الشارع العربي طبعا. صحيح. نتيجة تعامل المجتمع العربي مع هيئات هذه الدولة والتحفظ من وعدم الثقة طبعا من هذه الهيئات. بروفيسور يوسي يونا، عندما نتحدث عن ملف شائك من هذا النوع، عن شوارع تملأها المظاهرات والاحتجاجات، ونتحدث عن تقريبا 100,000 متظاهر كانوا في الشوارع يوم أمس في إسرائيل، قوبل ذلك بتعنت من قبل
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتطرق إلى ذلك في مستهل الجلسة الحكومية اليوم وكأنها موجة شعارات وستمر. ما مدى خطأ نتنياهو ربما في اعتبار أن ذلك حراكا وسيمر؟ لا 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 يفكر هذا هو الوضع. هو سياسي ولا يريد، حتى إذا يعني أنا سمعت أنه في هناك مشاورات بين نتنياهو وفئات أخرى أو أحزاب التي لا منتمية للحكومة الائتلافية، بأنه طبعا في احتمال وفي إمكانية أن يكون هناك يعني خلينا نقول انسحاب، ما مش يعني انسحاب كامل من هالنية لتنفيذ الإصلاحات، بس نفس الوضع ولا يريد يعني أمام الجمهور يعتبر كأنه ضعف وكأنه ضعيف وأشياء من النوع، وهي تصريحات. ويجب علينا أن نفرق بين التصريحات العلنية التي زعماء سياسيين ينفذوا. لكن بروفيسور نتنياهو اعتبر ذلك قبل 48 ساعة بأنها دعوات واضحة لعصيان مدني. بقول هذا حكي هذا أنه معناها أنه لا يكون مستعد في إعادة النظر في الإصلاحات، ولا وهو لا لست مستعد أن يغير هون وغاد. طبعا بقول أنه نحن كبرنا، إحنا لسنا إحنا منقول نايفين ساذجين في هذا الموضوع، وعين أن التصريحات هي إشي واحد وفعاليات إشي غيره. ولذلك قلت في البداية المظاهرات هي لست كانوا لأجل المظاهرات، المظاهرات في أهداف معينة. وإذا يعني خلينا نقول أنه الناس اللي اشتركوا في المظاهرات بفكروا بأنه ليس لها أي أهمية، أي نقول أشباع أو تأثير. نعم تأثير، أنت أي تأثير على الحكومة لا 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 يطلعوا إلى الشوارع، لكن هالفكرة بأنه هناك تأثير، هناك تأثير وفي إمكانية لإعادة النظر من قبل الحكومة. وأنا أتوقع أنه كيف ما قلت في البداية أنه إذا يكون هناك الاستمرار، أنا طبعاً إشي مفروض على نتنياهو والحكومة الإسرائيلية أنه يفكروا من جديد بهذه الإصلاحات، ويمكن أن في هناك انسحاب، وخلينا نقول أن تكون هناك شوية نوع من المفاوضات، وهذا ما يسمى سياسياً انسحاب تكتيكي ربما. لذلك أنا لا مؤثر يعني من هالحكي، يعني من تصريحات في تصريحات طبعا أنا بطل وأنا هيك وأنا أبو علي وأنا لا تتحلى وأنا عنيد وأشياء من النوع، لكن في أشياء التي تجري وليس يعني علنيا، وليس هي ليست علنيا. نعم، وعن ذلك ستنبئنا ربما الأيام المقبلة. بروفيسور يوسي يونا، أستاذ الفلسفة في جامعة بن غوريون وعضو الكنيسة السابق، شكرا جزيلا لك. كما أشكر الأستاذ جميل قصاص المدير العام الفلسطيني لحركة مقاتلون من أجل السلام. كما أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور بشير كركبي الناشط السياسي ومدير قسم الاستشفاء بطب القلب في مركز الكرمل الصحي.